خلونا نروح لواحدة من أهم أساطير النادي الأهلي، لكابتن النادي الأهلي كابتن نهلة سامح، الكابتن التاريخي لفريق كرة الطائرة سيدات في النادي الأهلي، واللي تم تكريمها امبارح في الحفلة. حقيقة يعني هي تستاهل أكتر من كده بكتير. أهلا بيك كابتن نهلة على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامج 7 داي سبورت. أهلا بيك، أهلا بيك، ربنا يخليك يا رب. يعني أسطورة من أساطير البولي في مصر والوطن العربي وأفريقيا، دي بداية ليكي طبعا ككابتن. أنت تقريبا أكتر كابتن شال بطولات في البولي تقريبا، يعني الحمد لله على مستوى العالم على فكرة كلها. الحمد لله الحمد لله، وطبعا ليا شرف ان هو مع النادي الاهلي، جميع البطولات مع النادي الاهلي. طيب في البدايه كلميني عن الحفله امبارح وشعورك بالتكريم وسط الاحتفاليه الاستثنائيه دي بعد مسيره عظيمه جدا مع النادي الاهلي. انت تحديدا مسيرتك ما فيهاش غلطه، مميزه، حصدت كل حاجه ممكن لعيبه تحصدها مع نادي. الحمد لله طبعا، يمكن يعني بيكون من اسعد الوقت لاي رياضي هو وقت التكريم بعد مجهود طويل على مدار السيزون اللي فات، والحمد لله ان كان السيزون اللي فات كان سيزون استثنائي يعني للنادي كله، لكل اللعيبه، لكل الالعاب عامه، العاب الصالات وكره القدم وكل حاجه. فانا بصراحه كنت سعيده جدا امبارح، يعني اللي هو الناس عارفه الحمد لله المجهود اللي احنا بذلناه، فده كمان بيكون بصراحه دافع للسنين الجايه ان شاء الله للعيبه، ويكون دافع ليا كمان ان شاء الله في مكاني الجديد ان شاء الله، ان انا اقدر احقق انجازات والتحدي الجديد ان شاء الله اللي انا داخلاه. يعني انت طموحاتك الفتره اللي جايه، وانا عارف ان انت مكمله مع النادي الاهلي ولكن في الجانب الاداري، وانا متابعك وعارف انك خدت كورسات كمان وحاجات كتير قوي، انت يعني ماشيه بنموذج زي ما انت كنت لعيبه هايله جدا وكابتن من احسن الكباتن على مستوى الاخلاق والرياضه وكل حاجه، انت برضو داخله السكه الاداريه بنفس الشكل تقريبا. يعني انا الحمد لله طبعا بدات من وانا بلعب، كنت طبعا برتب للوقت اللي هو ما بعد الاعتزال، فكان طبعا معايا ليفل 1 وليفل 2 من الاتحاد الدولي للتدريب، وبرضه داخله كورسات ان شاء الله اداريه الفتره اللي جايه، فكنت بحاول اجهز يعني بشكل مناسب ان شاء الله عشان يعني اقدم كل اللي اقدر عليه ان شاء الله للنادي الاهلي، وان انا انجح في التحدي الجديد بالنسبه لي. الحمد لله الحمد لله يعني، وكرم من ربنا ان انا قدرت انجح كلعيبه، فاتمنى ان انا ان شاء الله اقدر اخدم النادي الاهلي وانجح ان شاء الله كمدير اداري ان شاء الله مع قطاع الناشئين والناشئات. يمكن هو الموضوع بيكون اصعب شويه مع الاجيال اللي لسه طالعه، فالحمد لله يعني انا ضمن جهاز محترم طبعا بجود الكابتن حمدي، وطبعا اساطير كتير معانا في الجهاز، ان احنا ان شاء الله داخلين تحدي ان احنا نقدر نطور من قطاع الناشئين والناشئات، فيعني انا بعمل كل اللي اقدر عليه ان شاء الله ان احنا ننجح. يعني هم هياخدوك نموذج طبعا، يعني انت احسن حد يتاخد نموذج للقطاع كله، كل النشئات تقريبا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انت عديتي عدد بطولاتك مع النادي الاهلي والكؤوس اللي انت رفعتيها مع النادي الاهلي ولا لا؟ اعتقد وصلوا 51، غير 51 بطوله الناشئات والشابات وغير بطولات منطقه القاهره، يعني في شويه بطولات ما حسبتهاش. طب والبطولات الدوليه؟ البطولات الدوليه منهم بقى البطولات العربيه بقى، في اللي مع المنتخب برضه خارج الحسبه دي، يعني الحسبه دي بس درجه اولى مع النادي الاهلي. انت مع النادي فريق اول 51 بطوله. ايوه صح كده. واكتر لعيبه في العالم حاصده بطولات في البولي يعني. الحمد لله الحمد لله، انا كمان مع النادي الاهلي في السن الصغير، انا الحمد لله ما خسرتش ولا بطوله محليه يعني. ما شاء الله، يعني ما شاء الله فعلا انت نموذج لكل الناشئات في النادي الاهلي يعني. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. طيب مش هيفوتني وانت معايا اخد منك تعليق على منتخب كره الطائره اللي بيصعد لكاس العالم بعد غياب 17 سنه تقريبا، وعايز اعرف توقعاتك ايه ورايك في الانجاز ده. طبعا انجاز كبير جدا، بس انا يعني انا من الناس اللي كان من قبل ما يصف انا كنت متوقع ده. احنا كان طالع يعني عندنا في المنتخب كان طالع لعيبه كتير جدا من الصغيرين قادرين ان هم ينافسوا، والحمد لله ان احنا قدرنا يعني فرقت معانا الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب الكاميرون في المجموعه، يمكن الموضوع ده فتح قدامنا السكه. احنا كمان عندنا نهائي النهارده تقريبا مش كده؟ النهائي مع كينيا النهارده. طبعا ماتش مش هيكون سهل، ولكن لا احنا نقدر نكسب. كينيا دي صعبه قوي طبعا، كينيا دي من المنتخبات اصعب منتخب افريقي تقريبا. طول عمرها فريق قوي، ولكن احنا فريقنا الفتره دي وان شاء الله في المستقبل كمان القريب قوي، اعتقد ان احنا هنقدر نسيطر على البطولات الافريقيه. مع ان انا حاضر لك نهائيين قدام الانابيب الكيني ده متفوقين تفوق غير طبيعي، والنادي الاهلي دايما بيكسبهم، بس في مستوى المنتخبات معرفش بيحصل ايه. كان دايما بيحصل ان اللعيبه بتاعت الكاميرون واللعيبه من كينيا على طول محترفين بره، يعني هي كينيا دلوقتي اللي مقويها جدا،
لعيبه عندهم اسمها شارون، دي محترفه في اليونان، لعيبه قويه جدا، تعتبر هي ممكن 50% من قوه الفريق الكيني. الكاميرون نفس الكلام، كان اللعيبه كلها محترفين في فرنسا، بس الحمد لله اللعيبه القويه دي اعتزلوا دولي. طب كويس، احنا عندنا كام لعيب من الاهلي في المنتخب يا كابتن نهله؟ 7 لعيب. ما شاء الله، يعني الحمد تشكيل لله. يعني. الحمد لله، يعني يمكن انا كمان اعتذرت عشان كنت عايز اعتزل، فكنا هنبقى الحمد لله برضه يعني كتير الحمد لله، يعني دايما يقف كده النادي الاهلي طبعا. طيب الحمد لله بنضيف الحمد لله رب للمنتخبات. العالمين. طيب كلمة تقوليها لجمهور النادي الأهلي بمناسبة إن أنت دلوقتي يعني خلاص اتخرجتي من كارير إن أنت لعيبة وبقيتي مسؤولة إدارية في النادي الأهلي، عايزك تقولي كلمة لجمهور النادي الأهلي. أنا بشكرهم إن هم طوال السنين دي كلها كانوا في ظهري وبيشجعوني، وبشكرهم إن أنا وقت اعتزالي بصراحة شفت حب منهم ما كنتش أتوقع بالكم ده، يمكن لغاية دلوقتي هم فاكريني، وحتى لما ظهرت امبارح في الاحتفال ناس كتير بتبعت لي رسايل، فأنا بشكرهم على الحب ده، وبوعدهم ان شاء الله ان انا هقدر اخدم النادي اللي هم بيحبوه وبيشجعوه، واعمل يعني اقصى حاجه اقدر عليها ان شاء الله عشان يفضل النادي الاهلي دايما في بطولات، ويبقى المواسم كلها مش استثنائيه، يبقى ان شاء الله كالعاده ده يعني البطولات دي كالعاده في الاهلي يعني. ان شاء الله، وعايز اقول لك مبروك بقى يوم الاثنين ان شاء الله فرحك، صح؟ ان شاء الله. صح ان شاء الله. الف مبروك يا نهله، وربنا يكمل لك على خير يا رب. ويعني واحده من اللاعبات المخلصات في تاريخ النادي الاهلي، واحده قدمت تاريخ كبير مشرف على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي كمان، يعني واحده هي فيها شخصيه النادي الاهلي فعلا. كل التوفيق ليها في حياتها العمليه وكمان في حياتها الزوجيه بقى ان شاء الله من اول يوم الاثنين.